مع المحتوى الهادف انا نقدر نقول لك باللي كاين بعض الشباب اللي ولاو مرض بالافات على المشاهدات ولاو يحوسوا على المشاهدات وباش يلحقوا لهاد المشاهدات ولاو يديروا كلش باش يجيبوا مشاهدات برك. انا نقدر نقول لهم باللي خوتي تقدروا تجيبوا مشاهده محتوى مليح ليسونسيال يكون يعني الكل يكون العمل متقن. هذا ما كان وانا كنشوفوا زعما ملتقيات كيما هذه اليوم رانا مع خير شباب الجزائر الله يبارك ما شاء الله ومدى بينا ان شاء الله يكونوا بزاف ملتقيات كيما هادو باش نزيدوا نشجعوا شباب واحد اخرين باش يصنعوا محتوى مليح ونحاربوا المحتوى هذا نحاربوا المحتوى اللي ماشي مليح بالمحتوى المليح. يعني افورس يكون المحتوى المليح بزاف في المارشي يعني المحتوى اللي ماشي مليح راح ينقسم وحده وحده يبدا ينقص ويتلاشى لانه على باز حنا الفطره تاعنا ما تحبش هذه الامور الله غالب برك يعني امور داخله على المجتمع تاعنا باذن الله فيها في اثر سلبيه بيان سير سيرتو كان نشوفوا باللي حنايا الى واحد عنده مليون متابع ولا عندك مليون رقبه اللي انتك مسؤول عليهم لازم اي حاجه تبينها لهم ان تكون في صالحك وكاين الله عز وجل يشوف فينا واش نديرو باذن الله باذن الله خوتنا. انا اليوم انا شفت حفايس بزاف ايجابيه باذن الله ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله.